الناجح يرفع ايده ونغني في عيدنا وعيده ونقول ونقول دايما دايما على طول دايما متفعلين على طول متفعلين اخيرا يا جماعه اخيرا قامتنا تفعلي بعد تعب كتير جدا 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 اتفعلنا يا جماعه بعد سنتين تعب فعلا يا جماعه والله بعد سنتين شغل وبعد سنتين تعب وبعد ما الواحد خلاص فقدنا الامل خالص بصيت لقيتها فعلت على طول الحمد لله بجد والله العظيم احنا استنى زغروتي لا زغرت انا بقى بجد والله عايزه اقول لكم يا جماعه احنا من ساعه ما عرفنا ان القناه بتاعتنا اتفعلت واحنا بجد مهطولين مش عارفه اقول لكم احنا بجد من كتر الفرحه مش عارفه اقول لكم ايه اللي حصل يعني الحمد لله بتهيألي الشارع اللي ورانا سمع الزغاريد بتاعتنا الحمد لله يعني سمع الفرحه بتاعتنا ايوه سمع الفرحه بتاعتنا فرحانين قوي بجد والله خدوا والله يا جماعه اتفضلوا بمناسبه النجاح بيبسي وقلب من دماغي عايزه اقول لكم يا جماعه بجد والله ايه ده ما اعرفش ده قلب على ده تاثير الفرحه على فكره ده تاثير فرحه سيبكم منهم خالص انا عايزه اقول يا جماعه بجد والله العظيم عايزه اشكر كل الناس اللي وقفوا معايا عايزه اشكر حوده لانه تعب معايا كتير جدا جدا واميره وطبعا اميره وطبعا طبعا استاذ مراد العجاوي وقف معانا كتير جدا جدا وطنط ديده ايوه وديده وطنط ليلي ليلي وطنط سوار وسوار وام عدي ومستر احمد عبد الله ومستر احمد عبد الله وعلي فريد انا مش حافظه حد ليه عشان كتير قوي ساعدونا يا جماعه بس احنا بجد والله كنا مش عارفين اي حاجه في اليوتيوب خالص دخلنا كده بشكر كل اللي وقفوا جنبنا اه والله ودخلنا وبجد محدش ييأس ومحدش يتعب اشتغلوا وهتلاقوا ناس كتيره كويسه ويقفوا معاكم زي ما احنا الحمد لله ربنا قابلنا بناس كويسين وناس محترمين وقفوا معانا لغايه ما قدرنا نوقف القناه دي على رجليها ولدرجه ان هي اتفعلت الحمد لله ونزل عليها الاعلانات مش عايزه انسى حد عشان ما حدش يزعل مني بس انا بجد الفرحه مطران يعني بجد مش عارفه كويس ان انا عرفت اقول الكلمتين اللي انا قلتهم دول من كتر ما انا متوتره جدا فرحانه ومفروض ان انا اعمل الفيديو وحاسه ان انا مش محضره اي كلام ودلوقتي بقى يا جماعه هعمل معاكم وصفه جميله قوي يا رب تعجبكم لا ليه مش كفايه وصفه البيكنج باودر والصابون الجزر ده مال كفايه وصفه الجزر اللي الجزر اللي حطيته هنا بدل مال هو وصفه البيكنج باودر يا ماما جميل ومجرباه لا بتعملي وصفه مش عايزين ميه الورد عملت زي الخميره بوم ما هو الفوران ده مطلوب ما هو ده اللي بينجح الوصفه لو ما فورتش كده انتي قلتي هحط ليمون والليمون ما بيفورش ما حطيتش ليمون حطيت بيكنج باودر وميه موارد دي بقول لهم تحت في الكومنتات يا جماعه انا وصفاتي وحشه ده انا قمر وصفاتي قمر وصفاتي بالذمه مش انا قلت لكم قولوا لماما تعمل وصفات انا قلت لكم بصوا يا جماعه والله مش بعمل لكم وصفه غير ما ايه متاكده منها وجربها الاول وبعدين اقوم حاطه كل حاجه في بعضها كده وايه واللي بتطلع حلوه بقدمها لكم طلعت وحشه مش بقدمها اجيب لك توميتو ميه مسكره حلوه خلاص يا جماعه مش هعمل لكم الوصفه النهارده عشان البسكوت والسمكه بيقولوا لنا ماما ده فيديو شكر ما ينفعش تعملي فيه وصفات ما ينفعش تعملي فيه حاجه بس استنوا الطماطمايه استنوا الطماطمايه انا هعمل لكم الطماطمايه مسكره ماما هتاكلها لكم بمناسبه ال لا مش هاكلها ما تعملي ايه بالطماطم يا ماما هتشوفي الطماطم بتتحط على السلطه والسلطه طبعا 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 انتوا بتسالوا انا راح اجيلي راح اجيلي عشان انا واحده قناتي متفعله فاشرب بيبسي راح جاي تشرب بيبسي بمناسبه الاحتفال فيا جماعه استنوني الفيديو الجاي في فيديو اعمل لكم حاجه حلوه وصفه طماطمايه طماطمايه واحده بس شوفي هتعمل فيكم ايه مش انتوا عايزينها لا قولوا لها لا تحت في الكومنتات لا عايزينها لا انا شايفاكي
ماشي بس طب بصوا يا جماعه بصوا لو عايزين نعمل لكم فيديو الطماطميه ده قولوا، لو مش عايزين قولوا لي اه، لو مش عايزين قولوا لي قولوا لها لا. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، قولوا لها لا حاجه بجد، مش عايزه اخد شمته وسمكه وبسكوت فيا. طب هعمله بقى، قولوا لها لا. هعمل الفيديو بتاع الطماطميه ده الفيديو الجاي، استنوه استنوه علشان سمكه وبسكوته ما يفرحوش فيا. بس يا جماعه شكرا بجد بجد بجد. استنوا بقى اصبروا بقى عشان انا ليا كلامي. استنوني الفتره الجايه همحيهم مقالب. ده انا يا حبيبتي اللي همحيه، همحيهم مقالب انت. خلاص دول هيبقوا عباره عن كميه مقالب. مقالب مش هقدر. ده انا هخليكم تشوفوهم الطماطمايه. لا ما هي مقالب بقى، هتشوفوا انفجارات مني جامده جدا. طماطمايه طماطمية. هي انا اصلا فوق وانت نايمه من الاخر. نرجيكوا كده وربنا انفخهم. انا صغيره كده كده ومحدش هيشك فيا. ما انت عرفتينا يا زكيه. ماشي هتعرفوا منين، ما انا هكون مخبيه الكاميرا. طب استني، ما هي ربنا لايقه اللي هي انا صغيره ومحدش هيشك فيا. طب انت قلت لنا يا زكيه وتعمل طبق ملوخيه. خلاص يا جماعه ان شاء الله استنونا بقى الفتره الجايه نعمل لكم حاجات حلوه قوي. اصلا هنعمل لكم حاجات حلوه كتير قوي قوي قوي. لو انتوا من تيم بسكوته اكتبوا تحت في الكومنتات. لو انتوا من تيم سموكه، ولو انتوا من تيم ماما ايوه لا تبقوش من تيم ماما، خليكم من تيم شه، خليكم من تيم بسكوته. يعني ايه تيم الاثنين الفشله تيم؟ يعني فريق، يعني يبقى فريقك او فريقها او فريقي. اه فريق انا طبعا. يا الله انا مع مين؟ خليكوا تيم بسكوته. طب اكتبوا لنا بقى تحت في الكومنتات يا جماعه تبقوا تيم مين ان شاء الله. كلكم خليكوا مع تيم بسكوته. تيم بسكوته، تيم بسكوته. خلاص يا جماعه هو ده كان الفيديو بتاعنا. استنوا بقى مننا الفتره الجايه فيديوهات كتير قوي، والعيال دول طالما اتحدوني انا كمان اتحداهم. والله لما حاجات قويه جدا وربنا خليكم تقولوا واستنى يرحمني. استني يا ماما امتي بالذات مقالب فيا عشان الشبشب الجبار اللي بتضربيني بيه هطلعه بقى في المقالب. لا وانا الشماعه اللي بتضربيني بيها وساعات بتكسريها عليا دي هوريكي. مقالب مقالب مقالب. ماشي هنشوف جاية. هنشوف مين يا جماعه. بس اهم حاجه تكتبوا لنا انتوا في فريق مين، انا ولا بسكوته ولا سمكه. باي باي باي. انا بس